بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا تاني مع حلقات فلفل شطة، حلقات مع خالد وسناف فلفل شطة. النهاردة موضوعنا هيبقى موضوع مختلف جدا عن موضوعنا بتاع زمان. النهاردة موضوعنا عن ايه يا ترى يا سولة؟ اهلا وسهلا يا خالد، ومرحبا بالمتابعين. انا سولة واقول لكم صباح الخير او مساء الخير وين ما كنتم. ازيك يا خالد؟ انا تمام، واي كله زي الفل. وانت اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. خليني نتكلم عن الصداقة. انت ايه رايك في الصداقة ومفهومك عنها؟ عايز اعرف معلوماتك يا خالد. الموضوع ده موضوع كبير اصلا وحساس، وممكن يزعل ناس ويفرح ناس تانية، لان الناس عندهم صداقات حلوة وناس تانية عندهم صداقات اتقرصوا منها وحصل منها مشاكل كتيرة من ورا الصداقات. فالعالم ده عالم الصداقة، عايزين يعرفوا ايه تفاصيله. طب نعرف الاول اصلا يا سولة، الصداقة دي المفروض من قبل بين اي اتنين لازم تكون قايمة على ايه؟ فانت قولي لهم كده المفروض تكون ايه اساس كل صداقة. شوف الصداقة يعني هي أساس التعاملات الإنسانية، مع أي حاجة لازم يكون في صداقة. زواج يكون في صداقة، علاقة عمل يبقى فيها صداقة، حتى بين الأب وابنه يبقى في صداقة. يعني الصداقة دي لها أشكال كتير ولها يعني متوسعة في كل حاجة. يعني أنا بالنسبة لي مثلا انك انت تشارك شخص اهتمام، تشارك شخص حياتك، يساندك، يفضل معاك في الحلوة والمرة، هي دي الصداقة بطريقة بسيطة او بتفصيلة بسيطة. انا لو عايز يعني رأيي، ممكن انا لازم حاجة مهمة جدا تكون في الصداقة، اول حاجة يكون فيه من كلمة الصداقة هي الصدق. الصدق يا سيد، الصدق والمحبة، يكون في برضو دايما صح تعاون. وكمان لازم يكون في حاجه اسمها اخلاص، يعني لازم يكون الاثنين مخلصين لبعض. وبرضو لازم قبل كل حاجه يكون اهم عنصر في العلاقات دي بالذات يكون في اللينك اللي بيسموه التفاهم، عشان نبقى فاهمين بعض. ما ينفعش ابقى قاعد انا بصاحب واحد وهو مش فاهمني، وانا في حته وهو في حته ثانيه، كده يبقى في ان شاء الله صداقه عمرها ما هتدوم. ولازم برضو بعد يكون في تفاهم لازم نكون واثقين في بعض. ما ينفعش انا ابقى قاعد بخونك وابقى انت صاحبي في نفس الوقت، فده شيء صعب. يعني الثقه دي بحسها انها لازم تكون في اي علاقه صداقه بين اثنين. طب انا يعني مره قريت عن ارسطو كان بيتكلم عن الصداقه وصراحه عامل مفاهيم مره كتير، بس في كذا جمله كانت ترنم في عقلي عن يعني مفهومه للصداقه وهو كيف يفكر فيها. هو ايش قال بالمقوله؟ ارسطو ده فيلسوف من الحكماء والفلاسفه، عشان برضو اللي ما يعرفش مين ارسطو. طبعا ايه بنديهم معلومات عنه. يلا قول لنا بقى، كنت ايه اللي سمعت عنه؟ ارسطو اتكلم ايه في الصداقه؟ كنت اقول ان ارسطو كان يتكلم عن الصداقه واهميتها بين الناس وكده. وهو شوف بيفكر في الصداقه انها ايش؟ يقول متى حب الناس بعضهم البعض لم تعد حاجة إلى العدل، غير أنهم مهما عدلوا فإنهم لا غنى لهم عن الصداقة، وإن أعدل ما وجد في الدنيا بلا جدال هو العدل الذي يستمد من المحبة والعطف. حلو، بيتكلم يعني هو قارن الصداقة بالعدل، يعني ده يساوي ده، لأنه أنت عمرك ما هتظلم شخص انت تحبه وتعزه وبينك وبينه حلوة ومرة، فحيكون في عدل إجباري. كل الناس لو تصادقوا وحبوا بعض حيكون في اللي هي الجزئية دي اللي هي جزئية العدل، ما حيكون فيه ظلم. فأنا حبيت صراحة يعني توصيفه للجزئية الصداقة أهميتها أصلا بالمجتمع. برضو برضو يسولها إيه؟ قالك لازم تفهم الصداقة دي لازم تكون مبنية على شوية مشاعر. قال لك المشاعر دي بتكون تشابه في الأذواق وعلى العشق، لازم يكون في عشق كويس. وكمان المشاركة، لازم يشاركوا بعض، حاجة اسمها المشاركة الود والود، ولازم يكون برضه
يعني عاوز تركز على الكرم، كرم، وان انت دايما تبقى ماكل للذات، واخد بالك، وان انت تحب الطرف الثاني او صديقك ده، تكون المحبه دي غير ما فيهاش اي شرط، يعني غير مشروطه خالص، فاهم ازاي؟ يعني مو هي بسبب معين، مثلا احبك عشان انت مثلا غني، احبك عشان انت مثلا هتنفعني في امور معينه، هذه هي المحبه الغير مشروطه، انه ما يكون لها سبب، انه انا ما صادق فلان عشان مصالح دنيويه عامه. فاهم؟ طيب هو كده، فهي دي فعلا اللي هي فكره انه غير مشروط، هو ده مهم جدا في الصداقه. عجبني برضه يا سوده في كلام ارسطو ان هو كان بيقول لك انا الصداقه دي بالنسبه لي كذا نوع. طب نعرف هو كان يعني ايه الانواع اللي هو كان في انواع بيقسمها. قال لك بص، في صداقه اللي هي النفعيه، قال لك عرفتوا النفعيه. طب ايه النفعيه دي يا عرفتوا؟ قال لك ان انت بتحدد انت وصديقك فائده معينه مقابل تلك الصداقه، وتكون الصداقه دي مؤقته جدا وبتنتهي بانقطاع تلك الفائده المترتبه عليها. واظن بقى الحياه اللي احنا عايشينها بالعربي بقت عندنا اللي هي المصلحه، اللي هي صداقه المصلحه. الله ينور عليك. أيوه. المجتمع بتاعنا ده اصلا مليان ايوه فكره الصداقات مصالح، تخلص المعلم هوب تلاقي المعلم مش شايفاه وخلع، رحت فين يا ابني؟ طب فين الصداقه؟ فين الايام؟ هو ملتصق فيك جدا، العيش والملح ملتصق فيك الفتره دي مثلا، الجبنه الرومي ولا سندوتشات الحلاوه، ونسي الكلام ده كله. البت بتبقى قاعده في المدرسه وهي صغيره كده في الفصل، واخد بالك، وتقعد مع الواد اللي في سنها، هم الاثنين يكون عندهم 10 سنين، تقعد بقى تديله السندوتش، واخد بالك، هو يقعد كده ياخد منها السندوتش مبسوط بقى. البت الحلوه في المدرسه هي اللي بتديله السندوتشات وكده، وكل العيال الثانيه محدش معاها، هي ما بتعبرهمش. يوم لما مبسوط هو بالسندوتش برضه. طبعا لما المعلم بقى يلاقي ايه؟ يلاقي بنت تانية في فصل تاني احلى منها، يقوم رايح لها، ويا عيني بقى البنت تتقهر، وراحت فين سندوتشات الجبنه الرومي وضحت عليها يا عيني، وتقعد على بالك. هذه اكثر قصه والطف قصه يعني تحصل دايما بين، يعني سبحان الله، واحد من هو صغير يكون يبين سلوكه وتعامله مع الناس ومع الصداقات. يعني ليش سندوتشات الجبنه الرومي يا سود ينفع كده؟ مشكلة الصداقات أكثر حاجة فيها، يعني مشكلة الصداقات إنها سلوكك أنت كيف مع من وأنت صغير، وكيف تفكيرك وكيف تعاملك مع الناس. يعني في ناس مثلا تقول لك أنا يا شيخ خلاص ما عاد في صداقة، يا شيخ ما عاد في حب، يا شيخ ما عاد في صدق، يا شيخ ما عاد في ناس مثلا حقيقية تتعامل معك من قلبها. لا، يعني هذا في النهاية يعتمد على الأشخاص اللي أنت التقيت فيهم، كيف سلوكهم وكيف ماضيهم وكيف تعاملهم مع صداقة. لا، في حب حقيقي وفي صداقة حقيقية وفي علاقات متينة جدا حقيقية، بس هي تعتمد على اختيارك. الله ينور عليك. الاختيار ده أهم حاجة. رح نطلع فاصل سريع ونرجع لا تروحوا بعيد. حكاية هتلر مع خالد وسلاف في برنامج فلفل شطة، حلقة مليانة أكشن وإثارة رعب. عايز نروح لأرسطو تاني عشان منتوهش، ونشوف ايه النوع التاني. قولي لنا بقى أرسطو قال لك النوع التاني من الصداقة ايه هو؟ اللي هو؟ صداقة ايه بقى؟ النوع التاني؟ صداقة المتعة، صح؟ أيوه. ايه بقى صداقة المتعة؟ أيوه. ايه هي؟ أنا بسألك. بتسألني؟ لا، شوف، صداقة المتعة بتهيألي إنها يعني نفس اللي هي فكرة انك انت تخرج مع شخص طلعات مثلا معينة تستمتع فيها وتقضي يوم مثلا، او تقضي مثلا فترة ممتعة في رحلة ممتعة، بعد كده خلاص. ايوه، يروح المول مع بعض بعد كده خلاص، بيحبوا مثلا حاجة معينة.
يسافروا مثلا سفريات مع بعض. طب بس اول اما مثلا خلينا نقول مثلا حقين حقين البلاي ستيشن مثلا ننور عليك يعني العالم البلاي ستيشن اللي بيعمل يقعدوا يلعبوا مع بعض بلاي ستيشن وخلاص خلصت اللعبه من هنا اهو بيتك بيتك مت انت عشت عندك ظروف انا ما اعرف عنك اي حاجه غير ان انا استمتع معك في اللعبه هذه مثلا صح فدي يعني دي متهيالي هي نفس المعنى بس خلاص طبعا ما بدهم ليه كيف تكمل هي ما لها اسس غير المتعه دي طب هو معنى اساسها المتعه ان كل الصداقات ما بدهمش لا طبعا لا طب ايه الصداقه اللي بتدوم صداقة اللي تدوم هي الصداقة اللي تكون فيها يعني صفات وخصائص اللي تكون في شخصيتك وشخصية الثاني تكون فضائل كريمة أو فضائل اللي يسموها فضيلة يعني مثلا زي انك انت تكون شخص متفق مع شخص في صفة العدل صفة الكرم صفة حب الخير صفة الوفاء الإخلاص انتوا عندكم الصفات دي قوية فتشتركوا فيها تفضلوا محافظين على بعض محافظين على العلاقة محافظين على تعاملكم مع بعض فبتيالي النوع ده هو اللي بيدوم انك انت تكون تتعامل مع شخص العلاقة معاه متينة جدا وشخص انت توثق فيه وثقتك عالية فيه بحيث انه انت ما تخاف انه يغدر لانه وفي ما تخاف يعني ان هو يحسد ما تخاف الصداقة اللي بتدوم دي لازم يكون حاجة معينة احنا الاثنين علينا حاجة في الخير يعني فاهم ازاي؟ زي ما انت قلت كده حاجة في الخير ان في فضيلة بين الاحسان بالرحمة ان احنا مثلا في طيبة الطيبة الله ينور يعني من الاخر كده ما ينفعش يكون حاجة بينا مصلحة ولا في متعة ما في اي مسبب الله ينور ما في اي مسبب غير انه احنا روحنا الطيبة تلاقت بالظبط روحنا الطيبة تشابهت طيب بص يا زلة انا اقول لك حاجة دلوقتي هنروح لافلاطون ونعرف افلاطون هل متفق مع نفس كلام ارسطو ولا لا تمام دلوقتي هنعرف يقول لك افلاطون قال لك ايه بقى يا زلة قال لك العلاقة الصداقة دي لازم تكون علاقة فيها ايه تبادل وعلاقة محبة بين الأنا والغير يعني إيه؟ يعني زي ما أنا كنت يعني قبل كده إنه ما ينفعش أنا أحب نفسي بس يبقى الحب ده اللي هي فكرة النرجسية والأنانية وإن أنا أمتلك الأشياء لوحدي قال لك لأ عشان يبقى فيه كلمة صداقة ودي لازم يكون متبادل هذا الحب يعني لازم الطرف الثاني يحبني وأنا كمان أحبه مش بس احب نفسي وخلاص لا احب نفسي احب هو هنا بدات بقى كده فكره الصداقه لكن طول ما انت بتحب نفسك اناني واناني نرجسي من الاخر زي الامثله طبعا موجوده في المجتمع بدون ذكر اسماء كلنا عارفين طبعا المشاهير وبالذات مين اللي بيحب نفسه سواء في السياسه او في عالم الطرب ولا في عالم التمثيل مين اللي دايما عامل نفسه انا حتى في العلاقات الخاصه الشخص اللي النرجسي هذا او الشخص اللي عنده الانا عاليه حيتتولد معاه مشاعر ثانيه يعني هذه الصفه حتتولد معاها شر حيتولد معاها حسد حيتولد معاها انانيه لانه انت ما تحب الا نفسك صح مجرد ما تشوف الخير عند غيرك انت ما راح تحبه لغيرك حيبدا معاك الحسد حيبدا معاك الكره حيبدا معاك يعني الانانيه حتى في يعني الخير اللي حيجي لك حتكون اناني فيه فما مستحيل انت تكون صديق مستحيل بالصفه هذه ما هو قال لك بقى ايه عجبتني ان انت قلت علاقه محبه متبادله بين الانا والغير دي زي الام ما هي الام برضه لو ما صاحبتش ابنها او بنتها مش عمرها ما يبقى في بينهم لينك الصداقه والحب ده لازم يحب ابنها وفي نفس الوقت الايه الابن يحب امه او ابوه او الاخوات لازم الاخوات برضه يكون في صداقه بينهم الصداقه مش ممكن مع واحده غريبه ممكن مع اخوك مع والدك مع والدتك لازم تنشر الصداقه طب هو افلاطون قال لك امتى لا يمكن انشاء الصداقه دي؟ يقول لك بين الشبيه وشبيهه ولا بين النقيض ونقيضه بل يمكن خلق علاقه صداقه بين شخصين مختلفين لكنهما متناقضين
وده نقطة مهمة جدا يا سولة، فكرة ان انا ممكن اكون مختلف معاك. النقطة على فكرة دايما الناس يتكلموا فيها، يعني انا دايما اسمع ليه جملة انه لا تحب شخص مثلا يكون مختلف عنك جدا، وفي ناس تقول لك لا حب شخص مختلف عنك عشان تكملوا بعض. فهي دي النقطة الفاصلة اللي هي يكون اهم حاجة بكلمة التكامل، يعني اي بالضبط اللي هو التكامل. كمان في نقطة اللي هي الاختلاف وليس التناقض، يعني انك انت تكون مختلف عنه ولكن ليس نقيضه، لانه التناقض هو اللي يولد المشاكل او يولد الاختلاف. الاختلاف وليس يعني وليس التناقض، عشان دي فرق ودي فرق، دي حاجة ودي حاجة. فانا عجبني يعني مثلا انت مثلا كنت صديق شخص متفق معاه في صفة انكم مثلا تحبوا البحر، حلو. انت مثلا تحب خلينا نقول الاماكن البرية او الاماكن اللي هو البراري والاجواء هذه الجبلية، الاماكن هذه، هذا اختلاف تمام، ما حيسبب لكم مشاكل. الاختلاف ده حيسوي لكم ميكس في التعامل، انت مرة توديه هنا اللي تحبه الوز، هو مرة يوديك المكان اللي هو يحبه. لكن انت يعني انت على اقولك انت يكون هذا الشيء في تناقض، هو لما يكون هذا الشخص يكره المرتفعات جدا وانت تحب المرتفعات جدا، فهنا التناقض ده حيسبب لكم فجوة في العلاقة. ففي فرق بين التناقض والاختلاف. فعلا صح، برافو عليك يا سيدي والله. وكلمة اللي انت لخصتيها فكرة التكامل، احنا بنكمل بعض، ينفعش انا اكون انا يعني سوري، ينفعش اكمل نفسي بس، لازم انت بتعطيني وانا بعطيك، والعطاء بتاعك انا بكمل عليه، ونوع زي السلم كده. عشان كده العلاقة عاملة زي، فاكرة لما كنت زمان بقولك لازم الصداقة مبنية على ايه؟ اكن هي نبتة زرع بيزرعوها في تربة، انت معاك مية وانا معايا مية، انا لازم اسقي وانت لازم تسقي، لو انت سقيت وانا ما سقيتش يبقى ايه؟ صح، العلاقة هتموت، هتقعد انت تسقي مرة واثنين هتزهق، ما لازم انا اسقي انا كمان عشان النبتة تزرع وتكبر وتدي ثمار. الثمار دي هي مفهوم الصداقة، لو عايزين نشبهه بفكرة يعني، هي الثمرة دي، هي دي كلمة الصداقة. جت منين؟ جت من الاثنين قعدوا يسقي، صح، يسقوا هذه النبتة اللي هي الصداقة، عشان كده انتجت في الاخر. طب ايه بقى يا سلام؟ عايز اعرف انا دلوقتي واحد، انا بس عايز اضيف حاجة مثلا، اضيف بس حاجة على اخر كلام اللي انت قلته. سبحان الله، حتى هذه النقطة تكاملية، النقطة التكاملية هذه في الحياة يعني بعيدة عن الناس والبشر، سبحان الله حتى قائمة في المخلوقات وفي الأرض والنبات. يعني مستحيل الورد على قولك النبت إلا لما يكون في مطر ويكون في شمس ويكون في أرض. سبحان الله، العلاقة التكاملية هذه هي اللي بتنشئ حياة، سواء كانت على مستوى بشري أو حتى على علاقة بين البيئة وبين الشمس والنبات، البيئة مكملة لبعضها. يعني مثلا لما يجي سبحان الله الحيوان يأكل من العشبة هذه، العشبة هذه حترجع تتجدد والحيوان حيعيش، وهكذا الدورة في الحياة حتكمل. سبحان الله، علاقة تكاملية لازم تكون موجودة في كل تفاصيل الحياة، سواء كانت فينا احنا او حتى في الحياة. رح نطلع فاصل سريع ونرجع لا تروحوا بعيد. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ ازيك يا سولة، اخبارك ايه النهاردة؟ انا الحمد لله بخير يا خالد، وانت اخبارك؟ انا تمام زي الفل. النهارده يا سولة تحدي كبير بيني وبينك، تحدي الكشري والكبسه، يا ترى مين هيكسب، انا ولا انتي؟ الكبسه ولا الكشري؟ ده اللي هنعرفه في حلقتنا النهارده. طيب دلوقتي انا ممكن واحد يا سولة قاعد كده بسمع سولة وبسمع خالد وكلامهم مش مقتنع بيه، فانا ممكن نقنعه بكلامنا ازاي؟ ان احنا نقول له ايه هي فايده اهميه الصداقه، او ممكن لو عرف اهميتها جايز يغير رايه. فانت ايه اهميه الصداقه في وجهه نظرك؟ قولها لي كده مثلا 1 2 3 كده مثلا. يعني
هي لها صراحة أهميات مرة كتير في الحياة. ديني كده واحد أنا. ديني أقول حاجة أنا بالنسبة لي. وعيني بقولي لي إيه أي فايدة أنا أستفيد إيه من الصداقة. ماشي. أنا بالنسبة لي أشوف يعني هي طبعا لها أشياء مرة كتير، بس أنا بالنسبة لي أحس إنه الصداقة زي ما تقول كأنه حضن أم أو حضن أب، بأنها تكون دائما ملجأ دعم. ملجأ الدعم ده دائما تلقاه عند أي أحد، ممكن تلقاه في أب في أم في أخ في أخت في صديق في صديقة، بس مو العلاقة هي اللي بينك وبين أحد هي اللي يعني مثلا هذا أب معناته خلاص لازم يكون ملجأ دعم. لا، سبحان الله، فكرة الصداقة هي كينونة الصداقة وفكرتها هي اللي بتديك إحساس إنه هذا الشخص داعم لك وهو محتويك في مشاكلك في فرحك في حزنك. يعني أنا دلوقتي لو مش صاحب نقطة مثلا صديق، أنت بتقولي لي إن الصداقة دي هتديني دعم، يعني ده اللي قصدك عليه، هتديني دعم يعني. بالضبط، الصديق ده بيكون داعم كبير. طيب هل هي مثلا هتخليني مثلا تزود لي إنتاجي لو أنا بنتج شيء؟ هتخليني اشتغل كويس مثلا؟ هتديني مثلا يعني هل هي بتديني سعادة؟ هتديني مودي تبقى حلو؟ طبعا انت لما يتحسن مزاجك في اي حاجة، لما يتحسن مزاجك ويكون انت مشارك اشخاص فرحتك وفرحك وحزنك وتتخطى مشاكلك، ما حيكون عندك انعكاس ايجابي على شخصيتك وانتاجك. انت اليوم مبسوط عشان مثلا صديق معاك كان عملت يوم خروجة حلوة، مثلا عملت يوم حلو مع بعض، فرحتوا بعض بأخبار حلوة مثلا. الشيء ده ما حيخليك انت مبسوط لما تروح شغلك مثلا، شغلك تروح وانت مودك مظبوط فيه، تعمل خروجات حلوة عشان انت مودك انت واصحابك حلو. لكن لو كنت متكدر وكنت متضايق، الشيء ده حيخليك مكتئب، واكتئابك ده حيأثر على عملك، حيأثر على انتاجيتك في اي حاجة. برافو عليك. يعني هي لا بتأثر، ممكن فعلا عدم الصداقة يوصل واحد يصاب بالاكتئاب. هو ده يعني حاجة. انا قريت قبل كده حاجة دراسة قالت لك ايه في جامعة هارفورد، بتقول لك ان علاقات الصداقة الكويسة دي والقوية بتساهم دايما بشكل كبير في الخروج من المشاكل الصحية، يعني في اصعب وقت. حتى يعني الصحية عندك حاجة مرض او حاجة، ممكن وجود صديقة معاك تقدر تخرجك من حالتك الصحية دي بسرعة. فاهمة ازاي؟ وبيقولك من خلال ايوه تعزيز صحة الدماغ، وان الفرد يكون قادر على التقاء اسلوب افضل لحياته، بيحافظ على الخلايا من خلالها يعني على قوته وعزيمته، وبتقلل حتى من بيقولك من شدة التوتر. يعني حتى انت مثلا لما تكون رايحة امتحان ومعاكي واحد صاحبك يبقى قاعد جنبك في الطريق مروق، يا عم ان شاء الله هيبقى الامتحان سهل مش عارف ايه، فيحسسك كده ان ايه يروقك ويهدي اعصابك، ما يخليكش قاعد متشنج كده وانت ايه مثلا عندك لا قدر الله حصلت مصيبه مش عارف ايه، تلاقي قاعد جنبك برضه بيخفف عنك يقول لك ما تقلقش ان شاء الله خير، الابتلاء ده هيعدي، يديك دعم دايما. فهو برضه هيأثر عليك بدل ما يسيبك تروح لفكره الاكتئاب وتدمر نفسك، هو بينتشلك من فكره ان انت تقع في البير ده. عشان كده بتلاقي ثلاثة يعني حتى في مجتمعاتنا اللي بيوصلوا للإدمان دول، أنا متأكد إن المدمن ده لو كان عنده صديق بجد ما كانش هيبقى واصل لهذا المستوى من الإدمان. يعني اللي لو كان عنده داعم بجد، داعم إيجابي ودعم حد واقف معاه، لكن هو أكيد دايما كان بيحس بالوحدة. أيوه فاهمة إزاي؟ مش لاقي بوصلته على الاقل. هو بس بصراحه برضه في صحاب بيودوا للطريق ده، يعني في صحاب ممكن ما يدخلكش في السكه دي، وصحاب تانيين يدخلوك فيها ويوقعوك فيها كمان. طبعا. طب هل ده انا للامانه ما اعتبرهم اصحاب. ما هو في نوعين، انا قلت لك ان هو الصاحب اللي يطلعك من مدمرين، وفي واحد يدخلك فيها، وفي واحد يشوفك جواها ويطلعك هو منها، ده برضه نوع تاني. اللي هو ما يستناكش، قصدي ان هو بعد ما شافك دخلت فيها برضه ما يستناكش، لا يطلعك منها. طب صح. بيقول لك انا قاري اللي هو انها تحسن الصحه الجسديه، انا دايما اسمع الجمله هذه اللي هو دائما نصف المرض الجسدي نفسي. يعني يقول لك ناس كثيره تخطوا امراضهم
بسبب مثلا دعم نفسي، دعم عاطفي، تعزيز الصحة النفسية، هذه يعلي زي ما تقول أمل الأطباء في الشفاء. يعني سبحان الله، فأنه الشيء النفسي بيعالج نفس المرض العضوي أو الجسدي. انت عارفة ساعات بتشوفي في الأفلام يجي لك واحد يقول لك عنده فقد الذاكرة، هتلاقي الدكتور يروح يدور على مين؟ على صحابه، على البنت اللي بيحبها، على جيرانه. ليه؟ في النهاية هو بيعتمد على الحاجات اللي كان فيها ذكريات حلوة وصداقة وكده، بحيث انها تنشط من فكره وعقله وذكرياته، فبيبدأ يرجع لتفكيره ونفسه. طب بيقول لك لا تعاني من الوحدة، طب ما يعني ليه ايه فكرة الوحدة؟ ما هو بيقول لك انت مع هتعيش معاه بقى، مع صاحبك بقى ايه مواقف كتيرة، مواقف خاصة بيك انتوا الاثنين هتشاركوا فيها دايما، انت دايما هيبقى في دايما بينكم نفس المبادئ وفي نفس القيمة ونفس الفكرة ونفس الذكريات، دايما هتقعدوا تشاركوا بعض هذه الحاجات. فطبعا استحالة توصلوا للوحدة، دايما هيبقى في سعادة بينكم، وتبعدوا عن وهتشاركوا الحلو برضو عشان تبقى فاهمة. يعني الصداقة اللي بجد هي اللي تشارك الحزن والسعادة. يعني عندك حالة وفاة تلاقيه واقف جنبك، عندك حالة فرح تلاقيه واقف جنبك، مش يجيلك في الفرح وساعة الوفاة ما تلاقوش. على فكرة يعني هي كمان في نقطة، غير ان هي يعني تخليك ما تحس بالوحدة والتعب، في نقطة انا يعني احبها في موضوع الصداقة. قربي بس شوية عشان اسمعك كده والناس تسمعك كتير. في نقطة مهمة اللي هي ان انت لما انت تكون معاك صديق، النوع ده من العلاقات يكبر معاك اللي هي فكرة انك تحس بالناس وتخش في تفاصيل الناس وتشعر بيهم. يعني انت مثلا لو ما كان عندك صديق تشارك معاه الحياة وتعرف كمان الحياة فيها من سموها ايش، من الشباك الثاني، ايش في انت دهان عايش في حتة واحدة، مثلا بيت واحد، الشباك تبعك ما يطل الا على جهة واحدة، على منظر واحد. لكن لما انت تتعامل مع صداقات انت تشوف شبابيك الحياة، دائما الناس يقول لك انا ما عرفت ان الحياة فيها مثلا المشاكل دي الا لما عرفت فلان. يا الله، في معقوله ناس زي كده؟ دائما تسمع السؤال ده، في معقوله ناس كده؟ طب انت كيف تشعر بالناس وتعرف الحياه ايش فيها غير من خلال الصداقات وتعاملك مع ناس كثير؟ الشيء ده يكبر معاك بالضبط الاحساس بالناس، حتى يعني يزيد خبرتك في الحياه من غير ما تخوض التجربه شخصيا. الشيء ده يكبر عندك فكره انه انت تكون شخص عنده خبرة في الحياة وعنده تجارب وبتشعر بالغير وبتحس بيهم. ليه؟ لأنه صديقك مجرد ما يتألم كأنك أنت اللي تألمت، كأنك أنت عشت الإحساس هذا، فيصير عندك ارتباط عاطفي عالي مع الناس والشعور بيهم. لكن طول ما أنت منطوي لوحدك وما أنت عارف الناس كيف عايشة وكيف، أنت حتفكر الناس كلها مبسوطة، انه كل الناس ما عندها مشاكل غيرك، مشاكل وكده. لكن دخولك زي اللي يقعد يتابع السوشيال ميديا علاقات ويفتكر ان الدنيا كلها حلوه، لا الدنيا فيها حلوه، المشاهير مبسوطين وكل حاجه حياتهم لذيذه، فلا هم بشر بيحصل لهم الحلو والمر. صداقه بتكبر فيك اشياء الحياه او اهلك ما يقدروا يدوك اياها، ما يقدروا يعلموك اياها. بيقول لك برضه زي الصداقه دي يعني حجر الاساس لجميع العلاقات الانسانيه، سواء مع زميل العمل او في الزواج. ما طبعا انا لو انا زميل العمل ما فيش بيني وبينه صداقه، طب ايه ده والنبي، ده ايه ده، يبقى ده شغلانه مراره بقى، ده انا هبقى كاره هروح الشركه اصلا. فعلا صح. طب ماشي، لو قسنا ده برضه في الجواز، وانا لو مراتي ما فيهاش بيني وبينها فكره انه الناس ممكن تختلف معانا خالد في النقطة دي، يقول لك لا أنا ما راح أسوي صداقة مثلا في العمل عشان أنا أفضل علاقة سطحية. طب الصداقة أصلا أنواع، من نوع من أنواع أنك أنت تعمل اللي هي الصداقة اللي إحنا نسميها بالعام نسميها الزمالة، دي نوع من أنواع الصداقة، أنك أنت برضو تعمل كونكت، بس الكونكت بينك وبين الناس، نوع زميل عملك إن أنت صورة معينة تبقى عميقة وصداقة معاه. لا صداقة، لا طبعا صداقة الخفيفة، لزازة في التعامل. آه. ايوه لزازة في التعامل، صباح الخير وكلام لذيذ، وانك انت الناس دي بتشاركها. برضو كنت بقول لك على الصداقه مع الجواز، يعني لو انا بتخيل مراتي
انا ما مشفيش بيني وبينك صداقه يعني. صباح الخير صباح النور بس كده شكرا. بنجتمع في الفطار وخلاص. وايه ده ايه الحياه الممله دي؟ لما فيش صداقه بيحس ان انا قاعد مع عسكري راجل في البيت. لازم يبقى فيه صداقه. والست اللي ما بتعرفش تصاحب جوزها هي اللي بتبقى غلطانه. لازم تصاحبيه. ولو هو مش عارف يسيبك وانت كمان لو مش عارف تصاحب مراتك انت المشكله فيك. لازم تصاحبها. حاول تدور على حاجات تكون بينك وبينها حاجات مشتركه. شوف هي بتحب ايه بتاع انت برضه تروحي تشوفي هو بيحب ايه. هو بتحب يتفرج على الماتشات ما تقعدي تتفرجي على الماتشات. هيجري يعني اعصري على نفسك ليمونه واتفرجي على ماتش. مش لازم كل ماتش تشوفي واحد وتفوتي التاني. المهم ان انت توصلي له ان انا معاك ان انا بركك لحظات واهتماماتك. بحب نفس الحاجات اللي انت بتحبها. هو برضو يشوفها. بتحب تشوف الفساتين الفاشن. يا عم اقعد اتفرج معاه. ايه اللي هيجرى يا عم؟ هتيك هتشوف برضو ما بنات وموزس برضو يعني. انت مش خسران حاجه في النهايه. اتفرج كده معاها. لا انت هتخلي البنات يبطلوا يصادوا عشان ما يبص بره او يبص قدامها. عشان برضو ايه لو بص قدامها تبقى مطمنه. مش احسن ما يروح يشوف واحده بره كده ويقعد يخونها؟ تسوي سيرش على بنات وحشين. شوف انا احلى منهم. انا قصدي ايه ان هو يشوف هي بتحب ايه. والله لو بتحب اي حاجه ان شاء الله تحب تقرا كتاب. انت مالكش خلق للكتب يا عم. نعصر على نفسك. قول لها طب بص اقري بصوت عالي. اقعد جنبها كده ولا اقري بصوت عالي. عايز اسمع انت بتقري ايه. مش لازم انت تمسك الكتاب وتقعد تقراها. لو انت خلقك ضيق اعتبره يا اخي اكنه كتاب مسموع زي اللي في اليوتيوب الايام دي. ما في النهايه صداقه الجواز دي اصلا احنا ممكن نعملها حلقه ثانيه اصلا لانها افكارها كتير وفيها حاجات مشتركه كتير. بس لازم نبقى عارفين ايه ان اساس الجواز حتى في ابسط التفاصيل اللي هو برضه جواه. طبعا لازم حتى لو بتطبخ هي بتطبخ مثلا كل يوم. ادخل مثلا مش موضوع ساعدها وسوي معاها. لا موضوع انك تناقشها في الطبخ يعني. طب انت حطيتي هنا لا برافو انت عملتي هنا. ما سمعتش اناقشها في ايه؟ يعني في الطبخ مثلا مش شرط تطبخ معاها بس تناقشها مثلا انت عملت هنا ليمون لا اليوم الطعم لذيذ عشانك اضفت كده كده. طب علميني انت ازاي تعملي اللي مش عارف ايه واعمل معاها مره مش عشان لما تشارك. الرجاله كلهم ما بيعملوش كده. بياكل يقوم زي البتاع كده على طول صح؟ الرجاله هتزعل مني انا عارف بس خلينا صراحه اغلبنا ما بيعملش كده. ما بيعرفش يقول تسلم ايدك. هم خسرانين. هم خسرانين ليه؟ لانه سبحان الله الست بتضعف من كل ما شيخ. حتى لو انت كذاب ما انت قاعد تقول حقيقه. قول لها انت افضل طباخه شفتها في حياتي. ارمي لها كلمه زي دي. او انت من كتر ما انت طباخه انا ما اذوق الاكل برا حلو غير عندك مثلا. او سبحان الله الكلام ده ممكن حتى لو ما كانش يعني انت تعنيه حقيقه. فالسيده سبحان الله كبر عندها لا انا فعلا طباخه. فتلاقيها تطور نفسها تروح تتعلم لانه ست ترضيها كلمه وتاخذها زي الطفله. فانت لما انت تقول لها كلمه حلوه زي دي هتلاقيها تروح تدور هنا وهنا. صديق زي الصديق حتى صراحة صاحبك انت لو قلت له انت صراحه يا فلان انت ذوقك حلو في اللبس هتلاقيه لا يطور نفسه ويروح يشتري حاجات احلى احلى. هي سبحان الله الصفه دي بشريه انك انت تشارك حد شيء تحبه وتنمي فيه وتكبر وتدعم. هتلاقي سبحان الله كونكت العاطفي يعلى على طول ايا كان سواء زوج او صديق. فكره الدعم اللي انت كنت بتقولي عليه ده بيقول لك ما هو الصديق اللي هيقلل لك من شعورك بالكآبه والحزن. ليه؟ لان هيقعد اول ما يشوفك متضايق ايه يا ابني مالك في ايه انت مين اللي مزعلك هيبدا يشارك في احزانه ويحاول يطلعك منها ويقعد ويقلب ويخيل احزانه اكيد تمام. فبيديك ده نوع من انواع الدعم النفسي زي ما انت قلتي. وممكن يلاقي لك يكون عنده حل. انت عندك مشكله ومش عارف تشوف لها حل. هو ممكن يكون عند ربنا علام الفكره تقدر انت من خلالها تحل مشكلتك كمان. اصلا دي طبيعه بشريه لما انت تبقى داخل دائره المشكله. لما تكون داخل دائره المشكله ما تقدر تنظر لها زي لما يكون شخص ثاني. زي فكره البلكونه وانت عندك منظر واحد. ايوه انت ما تقدر تشوف الا من الجهه دي.
لك لما يكون في حد تحت مثلا هيشوفك وسط في المشكله من جميع النواحي بالظبط ويساعدك وكمان هيشجعك كمان يعني لو انت حاسس بسموها ايه بتوتر من انت تقوم بحل هذه المشكله هو ممكن يشجعك ويدعمك ويديك دقه قدام زي ما بيقولوا طبعا. طب ايه حكايه يعني بيعزز من قوه الجهاز المناعي طبعا. انا مش فاهمها قريتها قبل كده ان هو بيقول لك التعزيز الصداقه يعني بتعزز من قوه الجهاز المناعي فاهمني اشرح لنا ازاي برضو هو تقريبا يعني هي فكره مقاربه لفكره اللي هو الناس اللي بيبقوا عندهم سرطانات بيبقوا دايما تعبانين لان خساره هو تاثر في الجهاز المناعي اللي هي الامراض دي الجهاز ايه ما سمعتش الاشياء هذه تاثر في الجهاز قوه الجهاز المناعي السرطانات وفي امراض كثير مناعيه فسبحان الله دايما دايما يقول لك مين الشخص ده بيحب مين او يحب يروح فين او دايما يعني تلاقي الدكتور يقول لهم خلوه يسافر اماكن يحبها خلوه يتعامل مع ناس بيحبوهم عشان سبحان الله يشافي 50% من المرض فانت لما تكون عندك جهازك المناعي اللي هو اللي بيحافظ على قوتك وثباتك وثبات صحتك لما يكون الصداقة موجودة ويكون في علاقات جيدة حوالينا يعلي عندك قوة الجهاز المناعي ويقوي عندك الشفاء أو حتى لو أنت ما كنت مريض يقوي عندك التصدي لدخول أي مرض فهي سبحان الله يعني حاجة علمية أنك أنت جهازك المناعي يقوى مع وجود الأشخاص الإيجابيين لأنه صديق ذات الوفي مش أي حد يعني مو أي صديق عابر لا صديق الوفي هذا هو اللي يعطيك الإحساس بالسعادة السعادة تجيب لك مشاعر إيجابية دائمة يعني مش على المدى البسيط لا على المدى البعيد سبحان الله يأثر على قوتك وعلى يعني جهازك المناعي فهو ده تفسير الشرح لينكي حكيتي ده احنا بقى برضو عايزين المرة الجاية في الحلقة الثانية عايزين الجزء الثاني بقى هنتكلم بقى على ازاي اختار بقى الصديق بقى نفسه ايه صفات الصديق ده الحقيقي لازم اعرف ايه الحاجات النقط اللي انا اختارها فيها وازاي المره الجايه في الجزء الثاني برضه هنتكلم على ايه اللي بيخلي الصداقات بتقع وبتنهار وبتنتهي وبيحصل فيها مشاكل عايزين نتكلم على مشاكل الصداقات وازاي بتنتهي وطب لو عايزين نحافظ عليها برضه هنتكلم عليها برضه الجزء الثاني ان شاء الله الحلقه الجايه بنتكلم برضه على ازاي احافظ على الصداقه وان انا اكملها وتفضل محافظين عليها وبرضه هنفتكر نشوف برضه اغلب الحكماء والفلاسفه برضه اتكلموا في الصداقه عامه بشكل عام ان شاء الله وايه رايك انا حاسس الموضوع مفتوح وكبير يعني رايك ايه انت يا سول لا موضوع الصداقه بحر لانه صح لانها حاجه صراحه يعني الواحد ما يقدر يستغنى عنها وفي صداقات اجباريه يعني انت تكون ما اخترتها سبحان الله بس وجودها دائما موجوده للناس عشان كده احنا حبينا نتكلم عن الصداقه ونشوف احنا كيف نقدر نفيد صداقه في ناس طبعا ممكن تكون مكتئبه وما يحب تعمل صداقات احنا حابين نديهم كلمه واحده اخيره ونقول لهم مو شرط يكون سبحان الله توقيت التوقيت ده اللي انت فيه يكون عندك صديق ممكن ربنا مخلي لك شخص سموها للعازة او سموها لليوم الاسود مخلي لك صديق بيقويك ويدعمك فدايما لا تفقد الامل وحبوا بعض وخلي العدل والحب والعلاقات الجميلة تكون موجودة عشان احنا مجتمع لو كل فرد فينا كان شخص ايجابي كان شخص بيحب الناس هيفضل المجتمع يتنمى ويكبر على حب وعدل بس انت ايه رايك يا خالي انا عايز اقول قبل ما ننهي ان المره الجايه ركزوا معانا هنتكلم على كل حاجه بقى في الصداقه مش هنسيب الموضوع لسه كبير جدا هكلمكم بقى انا وصولا المره الجايه على صداقه الحضانات والقصص اللي كانت بتحصل في الحضانات واحنا صغيرين والقصص صداقه الابتدائي ومدارسنا واليونيفورم كنا بنعمل ايه في اليونيفورم بنلبس ايه ونلبس ايه والشنط اللي كنا بنشيلها وصاحبك اللي كان في الابتدائي ده كان معين ليك ولا كان غايب وبتاخد منه مقالب كتيره
وبرضه هندخل على صداقة اللي فترة في مرحلة الإعدادي وكمان صداقة الثانوي واللي كان بيحصل في ثانوية عامة. واه وما وربنا ما يوريكوا اللي كان بيحصل في الثانوية العامة، كلنا عارفين اللي بيحصل في الثانوية العامة والقصص والحوارات اللي فيها. وتاني برضه الكليات والبنات والصحاب بين البنات والبنات والقصص والمقالب دي كلها. إن شاء الله هنحكي لكم كمان عن صداقة في الشغل، ازاي تقدر تعمل صديق ليك في مكان عملك ايا كان بتشتغل ايه. ان شاء الله لو حتى عامل صح بتنمي اهتمامك، لو بتشتغل في شركه انترناشونال، لو بتشتغل في شركه خاصه بتاعتك، ازاي تعمل صداقات وازاي تحبب الناس فيك وتقدر تعمل صداقات حلوه مش صداقات فيها فيك وكذب. ان شاء الله بتحقق مع خير في الشرطه. ما تنسوش دايما تدعمونا وتكملوا معانا وتبعتوا لكل اصدقائكم، وعايزين نعرف رايكم، مهم جدا تقول لنا رايكم في الموضوع ايه وايه قصصكم على الصداقه. ما تنسوش، منتظرين كلامكم وتعليقاتكم. عايزه تقول حاجه سؤال قبل ما ننهي؟ انا عايزه اقول بس اتمنى تقولوا لنا رايكم دايما، واحنا هنفضل نعمل حلقات تفيدكم وتستمتعوا فيها إن شاء الله. ونقول سلام من سولة في السعودية وخالد في مصر، بنقول لكم أحلى التحية. سلام مع فلفل شطة.